جاري مولانا؟ ايه ابني جاري يعني بنت خان؟ لا شلون يعني؟ لا مو بنت خان، الجارية اللي راح تتزوجها جارية بيت جاد باشا. جاد باشا؟ اي نعم، وحرمت جاد باشا من كرم أخلاقها ولطفها بدها تزوجها، فشو قلت؟ شي حرمت جاد باشا تجوزني اياها لي؟ لا مو هيك، انا اللي بدي اياك تتجوزها. حرمة جاد باشا طلبت مني لاقي لها زلمي طيب وابن حلال تثق فيه، ولانها بتحب جاريتها كثير بدها تخدمها بعريس مثلك. عريس مثلي؟ ايه مثلك عارف. بس يا شيخي انا فقير معتر على باب الله. عارف يا مولانا انا ما بحسن افتح بيت. قال له لا تكمل حكي وفكر منيح، ولا تنسى حرمة جاد باشا رح توقف معك بكل شيء. شو قلت؟ انا وحرمة جاد باشا بدي اياني اتزوج جاريتها. شي شو هالشغله؟ لازم نفهم، ابو دراع تاجر كبير له مكانته واسمه، هيك اختفي وما نعرف عنه شيء؟ قلت لك الصباشية عم تحقق بالموضوع وانا شخصيا ورا القصة، مشان هيك جاي اسألك كم سؤال عن ابو دراع. تفضل. امتى اخر مرة شفته؟ انت شو عامل؟ فكني فكني الله يخليك فكني. شو فكك ما فكك؟ مجنون انت؟ اي والله بيحطوني محلك. راح هلال؟ لا ما راح، قاعد جوا هو المعلم عمر. يعني ما راح تقول لي شو عامل؟ ايه اشرب ما اشرب. شو جابك حنة؟ أنا محتاجة لك يا زمر رضا. شو محتاجتيني؟ حاسة إنهم حياخدوا مني الخان. أو ياخدوه، شو بعمل لك يعني؟ ما شبعتي؟